المتزوجين عموما سواء رجال او نساء مرات يحوشهم ضعف جنسي وما يدرون ايش السبب، مع انهم رياضيين يلعبوا رياضات ومشهور عنهم ورياضي، الاصل فينا ما يحوش ضعف جنسي، الاصل يعني ان الرجال متكامل او المراه متكامله، ولكن بسبب الرياضه اللي يمارسونها اذا كانت الرياضه عنيفه حيل ويصدر من سبب عنف هذه الرياضه او طول هذه الرياضه هرمون كورتيزول. انا نزلت فيديو رقم 135 شوفوا، وكذلك فيديو ثاني رقم 105 عن هذا الموضوع، الكورتيزول لما افراط في التدريب ايش راح يصير؟ فيسبب من اسبابه انه يسبب ضعف جنسي للرجال والنساء. لذلك ضروري جدا ان اذا وصلتوا مرحله مثل هذه خفف اللود شويه، خذوا راحه 8 ساعات في اليوم غير راحه اسبوعيه يوم او يومين، يشوفون الامور طيبه ان شاء الله.